السلام عليكم يا عالم الطيور، كيف حالكم؟ دائما نبدأ بالبسملة بسم الله، صرنا نعرفها. اليوم هو الثلاثاء، تاريخ اليوم 27 الشهر العاشر السنة 2020. طبعا احنا بنقرأ دائما اليوم والتاريخ عشان ماما تكتب لنا يعني كتاب، نعرف هاي كل درس متى أخذناه بأي يوم وبأي تاريخ، ولحتى نحفظ أيام الأسبوع. بنخلي ماما تساعدكم تكتب لكم التاريخ واليوم. اليوم يا حبايبي بدي تفتحوا لي كتاب التدريبات او دوسية التدريبات، بدنا ناخذ درس الحيوانات غير الأليفة. اخذنا المرة الماضية عصافيرنا الحلوين عن الحيوانات الأليفة، انها حيوانات بنقدر نربيها عندنا بالبيت او بالمزرعة، نستفيد منها وما بتأذينا. اليوم في عندنا حيوانات احنا ما بنقدر نربيها بالبيت ولا بالمزرعة وهي بتأذينا. هاي الحيوانات تسمى الحيوانات غير الأليفة. اقرأوا معي بصوت عالي: الحيوانات غير الأليفة. مش أليفة هاي الحيوانات، احنا بنخاف منها وبتأذينا. زي ايش يا عصافيرنا الحلوين عندنا حيوانات؟ هاي صورة ايش يا ماما؟ صورة فيل. الفيل هو كبير وضخم، احنا بنقدر نحطه بالبيت الفيل؟ لا، هو بده مساحة كبيرة، ولا عندنا بالمزرعة راح يخرب مزرعتنا. هو بياكل أعشاب وأشجار من الغابة وبيحتاج لمساحة كبيرة وعنده عائلة كبيرة، احنا ما بنقدر نجيب عائلته ونحطهم عندنا بالبيت. إذا الفيل نصيح عليه ونحكي له غير أليف، غير أليف. إذا حيوان غير أليف ما بنقدر نحطه عندنا بالبيت. كمان ايش عندنا؟ هاي صورة تمساح. التمساح بيعيش بالماي وبيطلع برا الماي شوي يتشمس ويرجع الماي، صح؟ بالغابة بالبحر. بس التمساح طلعوا ايش عنده؟ ايش عنده؟ عنده فك كبير، عنده مخالب، هو بياكل لحوم. احنا بنقدر نجيب التمساح ونحطه عنا بالبيت؟ لا، هو راح ياكلنا، راح ياكل اعضائنا، راح يأذينا ويخرب اشيائنا، ما بنقدر نحطه بالمزرعة ولا بالبيت. إذا بنصيح عليه ونحكي له إيش؟ أنت حيوان غير أليف، غير أليف. نحكي له حيوان غير أليف، عرفنا؟ كمان إيش هاي الصورة يا عصافيرنا الحلوين؟ صورة إيش؟ دب. صورة دب. إحنا بنقدر نحط الدب بالبيت أو بالمزرعة عندنا وما بإيدينا؟ لا، الدب بياكل لحوم، بيصطاد من الغابة وبياكل. إذا حطيناه عندنا وجار راح ياكلنا أو راح ياكل أشيانا أو راح ياكل من حيواناتنا الأليفة، من عصافيرنا، من قططنا، من كلابنا اللي نكون حاطينهم عندنا بالبيت. إذا هو حيوان غير أليف، في عيش في الغابة، ما بنقدر نحطه بالبيت أو بالمزرعة. إذا كمان الدب نصيح عليه ونحكي له أنت حيوان غير أليف، حيوان غير أليف. إيش هاي الصورة يا عصافيرنا الحلوين؟ صورة أسد. الأسد ملك الغابة. إذا هو بيعيش وين؟ بيعيش بالغابة. نقدر نربي الأسد عندنا بالبيت؟ لا. نقدر نربي الأسد بالمزرعة؟ لا. الأسد بياكل لحوم، بيصطاد من الغابة وبياكل. إذا حطيناه عندنا بالبيت أو بالمزرعة راح يأذينا. إذا كمان الأسد بدنا نصيح عليه ونحكي له إيش؟ أنت حيوان غير أليف. نحكي له بصوت عالي: حيوان غير أليف. إيش هاي الصورة؟ هاي مش عصفور. العصفور ما بيأذي، حكينا حيوان أليف. بس في عندنا حيوانات كبيرة، طيور كبيرة اسمها صقر، أو في كمان واحد بيشبهه اسمه نسر. هذول بياكلوا لحوم، ما بياكلوا حبوب واعشاب زي العصافير الحلوين. بياكلوا لحوم، بياكلوا ثعبان، بياكلوا فأر، بياكلوا ثعلب. هذول ما بنقدر نحطهم عندنا بالبيت لانهم بيحتاجوا للحوم، بيصطادوا من الغابه وبياكلوا لحوم. اذا الصقر والنسر كمان بنصيح عليهم، بنحكي لهم حيوان غير أليف. يعني هذول الطيور الكبيرة وجناحاتها كبيرة وعندها مخالب كبيرة بدها تلتقط فيها اللحوم، نحكي لها حيوان غير أليف. هي مش زي العصفورة الأمورة اللي زيكو بنقدر نربيها بالبيت.
إذا نحكي له حيوان غير أليف. إيش هاي الصورة يا عصفيرنا؟ هاي صورة ثعبان. الثعبان بيقدر نربيه بالبيت؟ لا، بيأذينا. الثعبان بيقرص وعنده سم كمان، وبياكل حيوانات، بياكل دجاجة، بياكل عصفورنا، بياكل حماماتنا، وكمان عنده بأنيابه سم كثير، والسم بيموت. إذا احنا ما بنقدر نحطه بالبيت ولا بالمزرعة لأنه بيأذينا. إذا الثعبان نصي عليه ونحكي له أنت إيش؟ حيوان غير أليف. أنت حيوان غير أليف. إذا هيك اليوم تعرفنا على الحيوانات غير الأليفة. تفتحوا على كتاب التدريبات درس الحيوانات غير الأليفة، تدرسوه وبتحلوا الواجب هاي الصفحة وبترسلوا لي اياها، ويعطيكم العافية.